قال إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الوفاة حتى توفي أكثر ما كانوا، يعني قبيل موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل جبريل عدة مرات، كثيرا ما قد كان ينزل، أكثر مما قد كان ينزل في رأس الشهر والشهرين والثلاثة. قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في فترات متقاربة.